لو أن أحدهم أخبرنا في الماضي أن البشر يمكنهم السفر بسرعة تفوق الصوت، كنا سنضحك ونهز رؤوسنا في حالة إنكار. فكر في الأمر من الناحية التالية: كان اختراق حاجز الصوت محيراً للعقول مثل قدرة سوبرمان على تحدي الجاذبية، لكن ماذا لو أخبرتك أن رجلاً حقق هذا الإنجاز المستحيل قبل أكثر من 70 سنة؟ إذن من هذا الرجل؟ وكيف تمكن من السفر بسرعة تفوق الصوت؟ لنأخذ رحلة قصيرة إلى الماضي لنكتشف الإجابة معاً. ولد أسطورة المستقبل تشارلز أو تشوك ييجر في عام 1923، وفي ذلك الوقت ازدهرت موسيقى الجاز وبدأ عقد من الرخاء في أمريكا. ترعرع تشوك في بلدة صغيرة في ولاية فيرجينيا الغربية تدعى هاملن، وكان الطفل الثاني لسوزي وألبرت ييجر. نشأ في بيئة سليمة وتميز بنشاطه وفضوله، وعندما لم يكن يلعب في الغابة كان يقضي وقته مع جده في تعلم صيد الأسماك والحيوانات. بالإضافة إلى ذلك كان تشوك طالباً نجيباً، لكنه لم يحب المدرسة كثيراً وكان يفضل قضاء وقته في الخارج. ومع ذلك فقد تفوق في بضعة مهارات ساعدته كثيراً في حياته المهنية في وقت لاحق، فقد كان ممتازاً في الرياضيات والأنشطة البدنية والمهارات اليدوية. امتلك والده شركة تنقيب عن الغاز الطبيعي في هاملن، وهناك تولد لدى تشوك شغف بالمولدات والمضخات ومنظمات الضغط. لقد أراد تعلم كل شيء عنها وتمكن من تحقيق ذلك، ففي سنوات مراهقته أصبح قادراً على إصلاح المولدات واكتشاف المشاكل في الأنظمة المعقدة وإصلاحها وإصلاح الشاحنات الصغيرة التي استخدمها والده. وفي عام 1941 تخرج تشوك من المدرسة، وفي سبتمبر من ذلك العام التحق في سلاح الطيران التابع للجيش، وقد غير هذا الخيار حياته إلى الأبد. وفي يوليو عام 1942 اختير ليصبح طياراً في القوات الجوية وبدأ تدريبه على الطيران. تميز بانضباطه مما أكسبه تقدير زملائه. كان يتمتع بجميع متطلبات الطيران، وعندما بدأ تدريبه انطلق تشوك وحلق حرفياً ومجازياً. كان بصره 20/10 وقد كان مميزاً، كما كان ممتازاً في التنسيق وتمكن من تنفيذ أي مهمة تقريباً بدون أي صعوبة. إلى جانب كل ذلك كان تشوك قادراً على الحفاظ على هدوئه والتركيز على عمله في المواقف العصيبة، وهذه الميزة ضرورية للطيار. كل هذه الصفات الإيجابية إلى جانب طبيعته التنافسية وخلفيته في الآلات جذبت اهتمام مدربيه. وفي مارس 1943 تمكن أخيراً من الطيران، وفي غضون عام واحد تمكن من الطيران لأكثر من 270 ساعة حول أوروبا، وأثبتت خبرته في وقت لاحق مدى أهميتها البالغة لمهنته. فبعد بضع سنوات فقط تمكن من السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت. ولم تكن تلك مهمة سهلة أيضاً، لكني لا أريد أن أسبق الأحداث هنا. أولاً لنتعمق قليلاً في الفيزياء ونتعلم معنى حاجز الصوت. من الناحية العلمية، حاجز الصوت عبارة عن زيادة مفاجئة في القوة الهوائية والتي تحدث عندما تقترب طائرة من سرعة الصوت. ماذا؟ دعني أشرح الأمر بصورة مبسطة أكثر. تخيل أنك جالس في غرفتك لمشاهدة مقاطع على اليوتيوب، أقصد للدراسة. الآن يتكون الهواء حولك من جزيئات، وعندما تتحرك في الهواء فكل هذه الجزيئات تسرع للخروج من طريقك. تخيل الآن أنك تقود طائرة بسرعة تفوق الصوت. عندما لا تستطيع هذه الجزيئات الهوائية الخروج من طريقك بسرعة كافية، فإنها تنضغط أمام طائرتك، ويشكل هذا الانضغاط ظاهرة اختراق حاجز الصوت. كان انضغاط الجزيئات مشكلة لعلماء الفيزياء قبل وجود الطائرات حتى، ومع ذلك كان انضغاط الجزيئات مرتبطا دائما بسرعة الصوت، وهذا ما كان يدرسه العلماء. فقد كانوا يبحثون في القذائف التي تمكنت من تجاوز سرعة الصوت، وعندما تمكن علماء الفيزياء من التقاط الصورة الأولى لقذيفة تجاوزت سرعة الصوت، استطاعوا رؤية موجات الصدمة في كل من مقدمة القذيفة وخلفيتها.
وقد كانت تلك المرة الأولى التي يرون فيها بشكل مادي انضغاط هذه الجزيئات. ومع تطور عالم الطيران، كان المهندسون يحاولون العثور على طريقة لبناء طائرات يمكنها الاقتراب من سرعة الصوت بدون التحطم إلى أشلاء. وقد حدث ذلك لأن أطراف شفرات المروحة كانت تسير بسرعة تفوق الصوت عكس الطائرة نفسها. وعندما كانت تلك الشفرات تتحرك بسرعة تفوق الصوت، فقد كانت تواجه أيضاً مقاومة من الجزيئات الهوائية المضغوطة. لذلك توجب على المهندسين التوصل إلى حل يسمح للطائرة بالتحليق بشكل أعلى وأسرع. وأصبحت المشكلة أكثر بروزاً عندما دخلت الطائرة النفاثة السوق واستبدلت الطائرات المروحية في الأربعينات. فقد رأوا أنه عند تحليق الطائرات بشكل أسرع وصل الهواء فوق الأجنحة إلى سرعة تفوق سرعة الصوت قبل الهواء تحت الأجنحة، وهذا يعني أن موجات الصدمة المتراكمة قد تحطم الطائرة إلى أشلاء. الآن تبلغ سرعة الصوت 1 ماخ، أي ما يعادل 1225 كيلومتر في الساعة. لكن حتى على سرعة 0.8 ماخ، والتي تعادل 986 كيلومتر في الساعة، كانت موجات الصدمة المتراكمة لا تزال تشكل خطراً على الطائرة. لذلك وحد العلماء والمصنعون والمهندسون جميعاً جهودهم وبدأوا في تصميم طائرة جديدة يمكنها السفر بسرعة تفوق الصوت دون أن تتحطم. وفي ذلك الوقت ظهرت طائرة X-1، وقد بذل الكثير من الجهد والتفكير في تصنيعها. بنيت في عام 1945 على يد شركة بيل إيركرافت، وقد صممت لاستخدام الديناميكا الهوائية لمساعدتها على التحرك في الهواء دون أي اضطرابات مع الاستمرار في دفعها إلى الأمام. ولأن القذيفة يمكنها الوصول إلى حاجز الصوت، فقد اعتقد العلماء أن تصميم جسم مماثل لها سيكون فرصتهم الأفضل للنجاح في المهمة. كانت أجنحة الطائرة قصيرة، وتم تزويدها بمحرك صاروخ، وكان معظم هيكلها ممتلئاً بالوقود. كانت تلك طريقة مضمونة لجعلها تصل إلى سرعة تفوق الصوت. كانت لدى X-1 مهمة واحدة فقط، اختراق حاجز الصوت. لذلك توجب أن تحتفظ بجميع وقودها لجعل السرعة والطيران أسرع من الصوت، وصممت ليتم إطلاقها من أسفل طائرة قاذفة للقنابل تدعى B-29 بامر. كانت هذه الطائرة الكبيرة مسؤولة عن حمل X-1 إلى الارتفاع الذي تحتاجه، لكننا لا نريد استباق الأحداث هنا. في عام 1945 بدأ النموذج الأولي للطائرة X-1 بأول رحلة طيران بدون استخدام أي قوة. لم يحتوي على محرك، لذلك فقد أطلق من الطائرة الحاضنة مع ربطه بها بسلسلة. لكن في نهاية عام 1946 بنيت طائرة X-1 أخرى. احتوت هذه الطائرة على جميع المكونات الصحيحة، محرك صاروخ ووقود، لكن الجزئية الوحيدة المفقودة كانت الطيار المناسب لها. كان الشخص المناسب لهذه المهمة تشالمرز جودلين، طيار بارع عمل في سلاح الطيران الكندي، وسبق له إجراء الكثير من الرحلات الجوية التجريبية للطائرة X-1. وعندما أوشكوا على إبرام صفقة الرحلة الخارقة لحاجز الصوت، أصرت تشالمرز على أن تدفع له الشركة 150,000 دولار للقيام بالرحلة. بالإضافة إلى ذلك، طلب أيضاً الحصول على مقابل مادي على كل دقيقة تقضيها الطائرة في التحليق فوق 85 ماخ. بالطبع، رفضت شركة بيل إيركرافت تنفيذ شروطه، وضيع جودلين فرصته الذهبية في دخول التاريخ بقيادة طائرة X-1. لكن لم تفقد الشركة الأمل، لأن 8 أشخاص آخرين كانوا مرشحين للوظيفة، وكان من بينهم صديقنا تشاك ياجر. كان أقل المرشحين خبرة في ذلك الوقت، لكن كان صيته ذائعاً، فمعرفته وثقته في كيفية التعامل مع كل شيء في قمرة القيادة جعلته معروفاً للجميع في مطار جيش ماروك في صحراء كاليفورنيا، والذي يعرف اليوم باسم قاعدة إدواردز الجوية، وأتيحت له فرصة قيادة طائرة X-1. حلت اللحظة الحاسمة أخيراً، كان ذلك بتاريخ 14 أكتوبر عام 1947. بعد الساعة 10:30 صباحاً مباشرة، صعد ييجر الطائرة بشجاعة وأقلعت الطائرة الحاضنة، وعلى ارتفاع 20,000 قدم
تم إطلاق X-1 من طائرة B-29، وفي تلك اللحظة وجه ياجر مقدمة الطائرة للأسفل وأشعل جميع البراميل الأربعة لمحرك الصاروخ، وعندما وصل إلى 8 من 10 ماخ بدأ في الصعود، وفي تلك اللحظة أغلق 2 من براميل المحرك الصاروخ لمعرفة ما إن كانت الطائرة لا تزال تزيد من سرعتها وتتجاوز 8 من 10 ماخ. وعندما وصل تشاك إلى ارتفاع 42,000 قدم أشعل البرميلين اللذين كان قد أغلقهما لتوه واستمر في مهمته. استمرت الطائرة في زيادة سرعتها وتحرك مقياس ماخ من 8 من 10 إلى 9 من 10 ثم إلى 1.2 من 100 ووصل أخيراً إلى 1.6 من 100. لقد حققت تشاك المستحيل، فقد اخترق حاجز الصوت وسافر بسرعة تفوق الصوت. من المؤكد أنه مر بصعوبات أثناء التدريب وأوشك على الوقوع في عدة حوادث أثناء اختباره الطائرة، لكنه نجح في النهاية. وفي ديسمبر 1953 كان ياجر يقود X-1A، وهي طائرة كانت مصممة لتجاوز 2 ماخ في الطيران، وقد وصل إلى 2.44 ماخ، والذي يعادل 2655 كيلومتر في الساعة، لكن بعد ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان. فقد ياجر السيطرة على الطائرة، لكن تمكن من استعادة السيطرة عليها على ارتفاع 8,900 متر. وفي عام 2012 وفي عمر 89 وبعد 65 سنة من اختراق حاجز الصوت، كررت تشاك ياجر ذلك مرة أخرى، فقد قاد طائرة ماكدونالد داغلاس F-15 إيجل ووصل إلى 1.3 ماخ كبطل طيران حقيقي. حسناً، هل ترغب في تجربة الطيران بسرعة تفوق الصوت؟ أخبرني في التعليقات أدناه. وإن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو أعجاباً وشاركه مع صديق. كما أن لدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. كل ما عليك فعله أن نقر على مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر، وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة.